السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة السادة مشاهدي قناة الأرض، أهلا وسهلا بكم. النهاردة كان في حفل شركة مصر هايتك الدولية للبذور، كانت بتوزع جوائز السنوية على الموزعين. يسعدني في هذه اللحظة أن أنا ألتقي المهندس الشريف المنشد. مهندس الشريف، ايوه، نص دقيقة. طب حاجة، نص دقيقة الفيديو شغال خلاص. نص دقيقة، هاف مينيت مستر محمود الكربوتي. من فضلك بس عاوز اعرف السنة دي كان اهم صنف عندكم ايه اللي حقق بالفعل نتائج مرضية بالنسبة لزراعة الذرة في مصر؟ He asked me about the which hybrid it is fantastic, adapt fantastic very well in this season in Egypt. الحمد لله رب العالمين، كل هجن مصر هايتك الدولية للبذور السنة دي حققت نجاح سابق للنظير، منقطع النظير، نتيجه ان الهجن دي متربيه هنا في مركز البحوث هنا في القناطر، فمتربيه على الاجواء والظروف الجويه والمناخيه المصريه بفضل الله سبحانه وتعالى. اهم ما سمعته من الفائز بالجرار الكبير في محافظه الشرقيه قال ان الصنف اللي زرعه كان مقاوم للتغيرات المناخيه وانه فيه ريه فاتته اتحملها وعمل انتاجيه ممتازه. الحمد لله، ده بياكد الكلام اللي انا قلته لحضرتك وحضرتك سمعته على الهواء. نعم، ان المزارع رغم اللي فاز بالجرار، رأفت اللي فاز بالجرار في محافظه الشرقيه، الجرار معانا اهو، ان هو قال لحضرتك على الهواء ان هو فاتت منه ريه في وسط الظروف الجويه الصعبه السنه دي، ورغم كده الحمد لله الاصناف بتاعتنا متحمله وعدت بيها وجابت معاها انتاج محترم جدا وكويس جدا وهو مبسوط. هل يا ترى الانتاجيه السنه دي سدت فجوه انتاج الذره في مصر الى حد ما؟ يعني الى حد ما اكيد، وبالذات في صناعه السلاج. لو احنا ما فيش صناعه سلاج في مصر، انا بقول لحضرتك كيلو اللحمه كان هيوصل 600 جنيه و700 جنيه. اذا من انتاجيه هجن الذره الموجوده في مصر السنه دي قدرنا نرفع انتاجيه الفدان، وقدرنا نرفع تحقيق اللحوم والالبان. نعم، الحمد لله سدينا جزء من العجز من بعد ما كنا بنستورد 9 مليون طن ذره من بره، على الاقل سدينا نسبه منها. بس الاستهلاك برضه في الناحيه الثانيه بيزيد الحمد لله. بالنسبه التعداد بيزيد. يا ترى السنه دي حجم الجوائز بالفلوس كم وعددها كم؟ لا، عددها هم تقريبا في 1000 جائزه ماليه، وفي ادي حوالي 250 حوالي 300 جائزه عينيه زي ما حضرتك شايفهم بما فيهم الجرار الزراعي، وفي اكثر من 1000 جائزه ماليه فئه 200 جنيه هيستردها كاش باك المزارع لما يجي يشتري الشكاره ان شاء الله العام ان شاء الله. هو بيقول ان احنا جبنا برضو كميات كبيره جدا من التقاوي مجانا للمزارعين، بنعمل ابواب صغيره زينه 2 كيلو بنفرقها على المزارعين في الندوات بتاعتنا والمؤتمرات اللي بنعملها خلال الموسم. طيب سؤال معلش برضو حتى لو تعتبره سلبي شويه بس عاوز اجابته من حضرتك، السنه اللي فاتت المزارع كان عنده مشكلة في الحصول على شكار التقاوي من الشركات المحترمة اللي هي المعتمدة المضمونة قوي زي هايتك، وارتفعت أسعارها 10 أضعاف، ده كان سببه إيه؟ وهل السنة دي هتبقى كده مع اتجاه الدولة للتوسع في زراعات الذرة؟ إن شاء الله، إن شاء الله اللي حصل السنة اللي فاتت نحاول إنه ما يحصلش السنة دي، لأن اللي حصل السنة اللي فاتت بمنتهى الاختصار والوضوح إن في فئة دخيلة على السوق الزراعي مش شغلانتها، ودخلت اشتغلت واشترت كميات من التقاوي وخزنتها، والنهارده مع نهايه الموسم بقت محتاره مش عارفه توديها فين ورجعتها لبعض الشركات. احنا الحمد لله ما رجعلناش حاجه خالص، لان احنا قدرنا في الوقت المناسب ان كل الكميات اللي موجوده في المخازن كلها تتباع وكلها توصل لايد المزارع. اذا السنه دي ان شاء الله التقاوي بتاع هايتك موجوده، خاصه للاصناف المعروفه بارتفاع الانتاجيه وبمقاومه الظروف المناخيه. ان شاء الله كل الاصناف تكون موجوده في الموسم باذن الله. اشكرك يا شريف وكل سنه وحضرتك طيب. حضرات الساده المشاهدين، زي ما شفتوا الجوائز، كميه من الجوائز كبيره جدا اهي فعلا، وفعلا ان شاء الله التقاوي تكون موجوده السنه دي عشان نزرع كميات او مساحات الذره اللي مصر بتستهدفها على اساس ان احنا نضيق الفجوه في الاستيراد، لان احنا كنا بنستورد حوالي 9 مليون طن لزوم اعلاف الدواجن والمواشي. بشكركم، كان معكم محمود البرغوثي وقناة الأرض.